أملاك لبنانية يستعيدها لبنان. إنها لندن تاكسي التي استقدمت سيارات الأجرة الخاصة بمدينة الضباب إلى مدينة الحياة بيروت، لتشعر وأنت تتجول في شوارع العاصمة اللبنانية أنك تعيش أجواء مدينة لندن. قاعد الأول تبع شركة من أصل لبناني، بما أنه عايشين فترة طويلة كانوا بلندن، حبوا يجيبوا هالسيارة على لبنان ليحسنوا السيرفيس تبع التاكسي والترانسبورتيشن بلبنان. عشر سيارات سوداء تتسع لأكثر من ستة أشخاص، تراعي ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يمكنهم الدخول إلى السيارة بالكرسي المتحرك، وتحتوي على مقعد يخرج من السيارة بطريقة ميكانيكية لخدمة المسنين. وقد حولت الشركة سياراتها لتتماشى وحركة السير والمواصلات اللبنانية. اللي صار انه قبل ما جبنا السيارة على لبنان اجوا خبراء من برا من لندن، شافوا السير بلبنان، طرقات، القوانين، انت عارف هالسيارة اول شيء موتورها ديزل برا، هون بدنا نجيبوا بترول، بعدين برا بتكون على الرايت سايد، هون على اللفت سايد الويل. الشاسي والاموتيسرات كلها نعمل بطريقة تحمل، مش انه اول ما تمشي تضل بجورة تكسر السيارة. في سيستام انترفون، في مايكس وسبيكرز بقلب السقف، تكبس على كبسة تحكي معه. والحلو كمان انه في عندك كنترول باتن، يعني يو كنترول اي سي، فيك تخففه فيك تقويه. اللايت كمان من فوق ومن تحت، عندك لايت من تحت خاصة مشان بالليل. وفي السيارة اتصال لاسلكي بالانترنت وشاشة تلفزيون من نوع LCD، بالإضافة إلى زجاج العازل لضمان خصوصية الراكب. أما سائقو لندن تاكسي فيتقنون ثلاث لغات ويودعون الراكب بالتحية عند الوصول إلى النقطة الهدف. لندن تاكسي أصلا عملت هالسيارة لراحة الشوفير وراحة الركاب الموجودة معي، وكمان صنعتنا كمان فيها قصة الـ DVD والMP3، وإذا بحال زبون كمان بده يطلب شيء بالإنترنت أو شيء أنا بعطيه دغري خط إنترنت. الأسعار ما كتير بتخوف ولا بتقتل، يعني الأسعار الأسعار فيها نقول معمولة. قديش أنت بتاخد سيرفيس، قديش عم تاخد يعني بري كاليتي، مش حيكون كتير السعر عالي ولا كتير حيكون مثل السوق يعني. ويتوقع المسؤول عن لندن تاكسي أن يصل عدد السيارات إلى 50 سيارة في نهاية الصيف المقبل، وأن تدخل الأردن والعراق في السنة المقبلة، كما ستتوافر سيارات من الطراز نفسه باللون الزهري والأبيض خاصة بالأعراس في أوائل شهر يوليو المقبل. مبدئيا بنص الصيفية أو آخر الصيفية حيجوا كمان ثلاث سيارات بينك، اللي هن معمولين للفيميلز والكابلز، وحيكون فيميل درايفرز أكيد. تاكسي تاكسي انت سامع.